مشاهدينا، وعن التقرير الدوري الذي أصدره القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مقرر القسم السياسي بالهيئة الدكتور ثامر العيواني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله الكريم، يا مرحبا، حياكم الله. رغم مرور 7 أشهر على الانتخابات، فشلت أحزاب السلطة في تشكيل الحكومة، إلى ما ترجع هذا الفشل المستمر من شركاء العملية السياسية؟ أولا هي فضيحة بحد ذاتها، فمرور أكثر من 7 شهور والأحزاب والميليشيات لم تستطع أن تشكل حكومة ولا أن تختار رئيسا للجمهورية، رغم وجود دعم كبير دولي وعربي وإقليمي. هذا الفشل يرجع في أصله إلى وجود خلل كبير في النظام السياسي القائم في العراق، نظام فرضه المحتل، وهو لا يخدم إلا المتسلطين والاحتلالين الأمريكي والإيراني. ما يسمونه الانسداد اليوم فيما بينهم هو بسبب الصراع على الاستئثار بسرقة خيرات العراق وتقاسم النفوذ فيما بينهم. النظام الموجود في العراق هو نظام بائس، لأنه مبني على المحاصصة الطائفية والعرقية. الأحزاب تستخدم الآن كل الوسائل في سبيل مصالحها الشخصية والفئوية. والسبب الآخر في هذا الفشل هو فشلهم في أن يكونوا قائدين للعراق حقيقة. فهم تسلطوا على العراق، هم في الأصل فاشلون، لا يملكون رؤية حقيقية لإدارة العراق، فضلا عن عدم حسن النوايا لإخراج العراق وشعب العراق من الكوارث التي حلت به بسبب نظام سياسي. إذن هي الأحزاب هي تسرق وتنهب أموال العراقيين وتحمل فاسدين وتضرب القوانين وتدمر البنى التحتية في العراق، والشواهد على ذلك كثيرة. لو سألت أي عراقي بسيط لوجدت أن الكوارث قد حلت به منذ 20 سنة تقريبا، وإلى يومنا هذا لم تنتهي الكوارث بسبب النظام السياسي والمتسلطين من الأحزاب التي جاء بها الاحتلالين سواء الأمريكي أو الإيراني. طيب، في ظل اليوم في ظل الخلافات المستمرة، ربما المصطنعة أو غيرها، هذه الخلافات بين شركاء العملية السياسية، هل تعتقد أنهم في نهاية المطاف سيتفقون على صيغة معينة لتشكيل الحكومة؟ الخلاف أو الخلافات بين المتصارعين على السلطة اليوم وليس خلافا في كيفية إدارة البلاد أو كيفية أن تنفع البلاد أو ينفعون البلاد. الخلاف بينهم هو من أجل تقاسم خيرات العراق وسرقة صوت الشعب العراقي، ومتى ما اتفقوا على تقاسم الكعكة العراقية فيما بينهم سيشكلون الحكومة، وهم غير مستعجلين لأنهم مستفيدون في كل الأحوال. المتضرر الحقيقي من اختلافهم أو توافقهم هو الشعب العراقي المسكين الذي يعيش كوارث متتابعة واحدة تلو الأخرى. طيب، اليوم موقف إيران، كيف ترى موقف طهران من خلافات شركاء العملية السياسية رغم الوساطات المستمرة منهم والوفود الإيرانية التي تجتمع بكل الأطراف، إلا أن المشكلة لا زالت تراوح في مكانها؟ إيران بالحقيقة هي مستفيدة بكل الأحوال، كلا الطرفين هو ينتمي لإيران بشكل كامل وولاؤه مطلق لإيران. إيران غير مستعجلة لحل الخلافات بين المتصارعين على السلطة، لأنها مطمئنة على استمرار العملية السياسية القائمة. ومتى ما رأت إيران أن هناك تهديد حقيقي على العملية السياسية سنرى إيران تتدخل بشكل كبير وتستخدم نفوذها لعدم انهيار النظام السياسي في العراق. وشاهدنا تدخلها كما كان يقود قاسم سليماني وعد التظاهرات تظاهرة تشرين بشكل مباشر. وبالمناسبة إيران مستفيدة من الخلاف الموجود، لأنها تسعى بشكل كبير إلى أن توسع قاعدة نفوذها في العراق وتهيمن على العراق بشكل أكبر وأوسع من خلال نظام السياسي القائم. بمعنى أن إيران مستفيدة من التنازلات التي يقدمها كل طرف على بالمقابل الطرف الآخر، وهذا يدل على أن إيران مهيمنة على العراق بشكل كامل، وأن النظام السياسي القائم وأحزابه هم يخدمون إيران بشكل كامل على حساب الشعب العراقي. بغض النظر عن إطالة أمد اختيار رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، طيب بماذا تفسر أن يخرج الصراع السياسي إلى تصفيات جسدية وعمليات شراء ذمم بين ميليشيات العملية السياسية؟ هل نحن ربما نترقب مشاهد أكثر دموية ربما بين الشركاء أو الفرقاء؟ نحن شاهدنا عمليات اغتيالات واتهامات للمتصارعين على سرقة أموال العراقيين. تصاعد حدة الصراع يشير بشكل واضح إلى أن الأطراف المهيمنة على السلطة لا يمكن أن تترك نصيبها من سرقة ثروات العراق.
والحرب الإعلامية والتهديد باستخدام القوة واضح بين الطرفين. شراء الذمم أيضا واضح، هناك شراء ذمم أو شراء مواقف بملايين الدولارات، هذا كله يشير إلى أن الصورة الحقيقية في من خلال ما نراه هو يعكس الوضع المأساوي القائم في العراق، بمعنى أنه تعطي نائب 5 مليون دولار من أجل أن يغير موقفه ويصطف مع جهة ضد أخرى، في حين أن الغالبية من الشعب العراقي الآن لا يستطيع أن يؤمن لقمة العيش لأيام معدودة. إذا أدوات الحرب التي تستخدم في حسم الصراع ما بين التيار والإطار وتقاسم النفوذ، كل ذلك هو لا ينفع أبدا الشعب العراقي، هم المستفيدون فقط، هم متصارعون إلى حد ما في حالة وجود خلل أو تأثير على النظام السياسي، سنرى أن إيران وأمريكا تتدخل بشكل مباشر لحسم هذا الموقف. نحن يمكن أن نقول أن من يسيطر على العراق هي مافيات وعصابات لا تمتلك من الوطنية شيء ولا يمكن التعويل عليها، بل أفعالهم تدل على أنهم يحرقون العراق ويسلمونه إلى أعدائهم ولا يتراجعون عن النفوذ والسلطة التي منحها لهم احتلال الأمريكي والإيراني. بالتالي كيف ترى موقف الشعب العراقي الذي قاطع العملية السياسية بنسبة قدرت ب 85% كما جاء في التقرير؟ الشعب العراقي يعني مغلوب على أمره، قال كلمته بشكل واضح من خلال مقاطعة الانتخابات بنسبة وصلت إلى 85%، من خلال الفعاليات والمظاهرات الرافضة لاستمرار النظام السياسي القائم. الشعب العراقي أصبح يعلم أن الاستمرار بالنظام السياسي القائم هو استمرار بالانحدار إلى الهاوية شيئا فشيئا. من خلال هذه المقاطعة الشعبية الكبيرة للانتخابات وللعملية السياسية برمتها، هل ترى أن الشعب العراقي وصل إلى قناعة مفادها أن العملية السياسية وشركائها هي سبب الحالة المتردية التي يعيشها العراق اليوم؟ نعم، الشعب العراقي وصل إلى هذه القناعة، وصل إلى قناعة كاملة بأن الانتخابات لا جدوى منها، وأن المتسلطين على رقاب العراقيين وخيراتهم هم سبب دمار وخراب العراق، وأنهم مدعومون من الاحتلالين الأمريكي والإيراني بإدارة البلاد وفق مخطط الاحتلال الساعي إلى تدمير العراق وتمزيق. الشعب العراقي في أكثر من مناسبة صرح بشكل واضح وكامل بأن هؤلاء الفاسدون هم من دمروا العراق ولا يرتجى خير منهم. حصلت مظاهرات شعبية مليونية سواء في انتفاضات المحافظات الستة، نعم، التي استمرت سنة كاملة، أو ثورة تشرين وقبلها مظاهرات إشباط. الجانب الآخر رأينا المقاطعة الشعبية الكبيرة الانتخابات، هذه المواقف كلها عراقية وطنية تدل دلالة واضحة على رفض شعبي كامل لاستمرار العملية السياسية التي فرضها الاحتلال الأمريكي والإيراني. من عمان مقرر القسم السياسي بالهيئة الدكتور ثامر العيواني، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.